اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي وضيف حضراتكم في هذه الفقره، نجم الكبير كابتن ماهر همام. ازيك كابتن؟ كابتن اسلام اهلا بيك كابتن، الف مبروك. الله يبارك فيك، والف مبروك طبعا لينا كلنا وللنادي الاهلي على الانتصار الافريقي رقم 12، والاميره السمراء بقى اللي احنا يعني بنعشقها، ويعني ليها لينا تاريخ كبير جدا معاها. عندك كم بطوله كابتن؟ اثنين. انا عندي بطولتين مع الاميره السمراء. 82 كنت موجود، و86 87 كنت موجود. فطبعا يعني حلم كان يا اسلام انك انت تحصل على البطوله الافريقيه، خصوصا ايامنا احنا او جيلنا احنا بالذات اللي هو جيل السبعينات، لان احنا قعدنا نخفق حوالي 5 سنين قبل 82. وكانت الظروف طبعا خارجه عن ارادتنا، الخبرات ما كانتش لسه اكتملت، اللعيبه كان بعض النجوم عندها امتحانات في الوقت اللي هو بيبقى في ادوار الثمانيه وادوار الاربعه، فما كانتش بتسافر معانا. وبعدين طبعا المشقه الكبيره اللي موجوده عليها كانت افريقيا كابتن اسلام، في السفر والاقامه والحياه كانت في منتهى الصعوبه. لكن لما نضجنا والحمد لله، يمكن طبعا على ايدين المرحوم الكبير كابتن جوهري سنه 82 مدربنا العظيم. كابتن جوهري كان وقتها قعدنا سنتين نركز ازاي نوصل للنهائي وازاي نحصل على هذه البطوله، والحمد لله يعني كانت بره مصر. المباراه الاولى كانت مع كوتوكو، النهائي كان مع اشانتي كوتوكو، كان المباراه الاولى في القاهره. فزنا 3-0، جول لعلاء ميوب وجولين للكابتن محمود الخطيب، ثم طبعا الجول بقى الشهير اللي في كوتوكو للكابتن محمود الخطيب بالتعادل 1-1، كنا خسرين 1-0. ويعني جمله اتعملت من ناحيتي انا، راحت لمختار، راح مشي بيها عملها بالعرض، كابتن محمود الخطيب يمكن رقص فيها نص ملعب والاربعه المدافعين بكره واحده، سجل هدف طبعا في توقيت كان قاتل. لكن مشوار كان كابتن اسلام مشوار صعب جدا جدا. صحيح. يعني بصراحه يعني مشقه وتعب، لكن في الاخر ربنا سبحانه وتعالى بيتوج هذا المجهود بالمكسب، بيتوج هذا المجهود بالانتصار اللي احنا كلنا يمكن شاركنا فيه كمنظومه، مجلس اداره مع اجهزه فنيه مع لاعبين مع جمهورنا العظيم طبعا جمهور نادي الاهلي، اللي بعد كده بقى توالت بقى الانتصارات الجميله لحد طبعا جيلنا الحالي بحصوله على البطوله رقم 12. زمان كانت الامور في السفر صعبه، في الانتقالات، في كل حاجه الحقيقه. دلوقتي الامور اصبحت يعني بيتم توفير طائره خاصه لكل السفريات التاليه. يعني عايز اقول لك اسلام، لو هنقارن كده بالاوقات بتاعتنا والاوقات اللي موجوده الحاليه، احنا كانت يمكن ما عندناش مثلا شيف يمشي معانا عشان موضوع التغذيه، كلها كانت عباره عن معلبات بناخدها، فول وجبنه وبتاع وكلام من ده، شويه حلاوه وكان مسؤول عن الجزئيه دي كابتن اكرامي، اللي كان اللي كان موجود مع الخطيب في اوضه واحده، فكانت الاوضه دي هي الاوضه المتنفس الوحيد بالنسبه لنا. وانت كنت بتقعد انت ومين يا كابتن؟ انا كنت بقعد انا ومختار، ممكن رمضان السيد، محمد عامر، يعني دي كانت المجموعه او الشله اللي كانت بيبقى ثنائيات موجوده مع بعض في كل رحله. وكابتن خطيب كان بيقعد مع كابتن اكرامي. والاوضه دي بتبقى هي يعني مخزن الاكل، مخزن التموين بتاعنا بصراحه، يعني في اي سفريه، في اي سفريه بنيجي في الاخر كده بعد العشاء. طبعا عايز اقول لك اسلام، الاكل كان صعب قوي طبعا طبعا. وبعدين فبنضطر احنا بعد العشاء كده بساعه ساعتين نتجمع عند الخطيب واكرامي في الاوضه دي، يبدا بقى ايه حسب الطلبات بقى، طلب بقى على التونه، طلب على مين اللي كان بيعمل الاكل؟ هو اكرامي. والله ما شاء الله. اكرامي كان بيعمل الاكل، بيعمل الاكل لكل الناس، لكل الناس. والاوضه دي بقى كانت زي ما بقول لك هي المتنفس الوحيد في التغذيه لجميع اللعيبه، اللي عايز حاجه بيروح. وكانت مشاركه جميله مننا، هو كان تملي يقول يعني يا جماعه اللي عايز حاجه يجيبها معاه، فتبص تلاقي ده جايب مثلا بولوبيف، ده جايب مثلا حلاوه، هو اللي يعمل وكل ده بيتجمع عنده بقى، واخد بالك، مركز التموين عنده. هو بقى يبدا بقى يعني يخدم على الناس بشكل كبير بصراحه. يعني كابتن اكرامي نفسه حلو في الاكل؟ لا، اكرامي ما شاء الله يعني بصراحه كمان، وهو اكرامي عشان انت موضوع اكرامي من السويس، في حته الاسماك بالنسبه له دي يعني الوجبه المفضله بالنسبه له، فهو الحاجه الله يرحمها بقى علمته الحاجات دي بشكل كبير جدا، ان هو في السفرات يقدر يعمل لنا
حاجه من الحاجات اللي احنا كنا بنتكلم. بتجيبوه منين بوتاجاز بتاع النار بتجيبوها منين؟ يعني البتاع اللي هو السخان الصغير تحط في الكهرباء ده والله كان عليه موجود ساعتها؟ يتعمل عليه الشاي بقى اسلام ويتعمل عليه الاكل ويتعمل عليه ما كانش فيه البويلر ده اللي لا هو تسخن فيه الميه لا كان لسه بقى لسه ما طلعش او ما وصلش بالظبط اللي هو اللي هو السخان ده اللي هو فعلا داير ما يدور كده وتحط عليه الحاجه بقى ويبدا يشتغل يعني بلوبيب بالبيض تونه مش بس بقول لك كده ده اللي هياكل اللي كان جاي مثلا لو خمسه سته واكلين السادس اللي هياكل يعني يسيب يرجع القاهره احسن من كذا واحد بتاع كده وخلاص يعني ما هو كانت على فترات يعني الحمد لله كانت بتبقى على فترات مش مره واحده كلها كنت تشربوا الشاي فين بقى برضك نفس الكلام برضو عند كابتن اكرامي وكابتن خطيب يعني احنا برضك كان عندنا مجموعه من كيفة الشاي على رسول محمد عامر فبيبقى عامل حسابه ان هو جايب برضك تمون الشاي بس احنا مثلا ايامنا احنا كان الاكل مثلا عند حسام عاشور والكده في ناس تانية تشرب عندها الشاي يعني انا وشادي كنا نشرب الشاي مع بعض والناس تيجي تشرب عندنا الشاي ومش عارف مين يعني كانت متقسمه احنا كان محمد عامر وكان حمدي مكرونه رحمه الله عليه اللي هو المدلك المشهور طبعا. كان برضك بنظام الشاي والقهوه موجوده عنده وبرضك اللعيبه على فترات بتروح هنا وبتروح هنا. الامور دلوقتي اختلفت تيالي تماما اكيد طبعا اسلام في كل حاجه يعني احنا كمان من ضمن الحاجات اللي عانينا منها الاقامه في الفنادق صعبه جدا يعني صعبة جداً. موضوع الفنادق اللي كانت على الارض دي في كوتوكو وانت نايم تلاقي السحالي ماشيه واخد بالك والله ماشي على السراير وماشي مره كابتن اكرامي بيتكلم على يعني حاجه ترعب. ومره من مرات احنا في تمرين في كوتوكو وبعدين فوجئنا ان اوضه اكرامي الشباك اتفتح وخدوا الطقمين بتوعه الازرق والابيض وقعدوا يكتبوا على انت عارف اكرامي عنده طقم اديداس فانيلا بثلاث خطوط اديداس كتبوا بقى بالقلم الاحمر كده اسلام حاجات طلاسم سبحان الله سحر يعني بالظبط وبعدين هو كمان لما رجعنا كنا معزومين عند السفير لما رجعنا اكرامي طلع الطقم يحضر بقى ايه ده قبل الماتش على طول قبل الماتش ده في حد دخل في ناس دخلت يا نهار ابيض في الاوض فكان الامور كمان يوم المباراه الفجر كده كان في حوالي 5000 واحد تحت الفندق وفي حس واحد 82 نهائي نهائي في كوتوكو برضك وحس بقى كان قنبله اتضربت يعني هتافات ورعب في وقت انت محتاج تنام فيه وقت انك انت محتاج تريح فيه هو عايز يقلقك مش عايزك تنام النوم الطبيعي عشان يقدر هو في 90 دقيقه كده ما كنتش بتنام بقى سحالي معديه وبتاع فكانت الدنيا صعبه لا صعب جدا وبعدين كمان في مراوح ما كانش فيه تكييف المراوح اللي هي في السقف دي الصوت ايه واقفه على شعره والله بالظبط فمثلا نايم انا ورمضان فعمال اقول يا رب تقع بس على رمضان ما تقعش عليا فحاجات فيها بصراحه يعني اسبوع او ال 10 ايام بتوع افريقيا دول انا بقول بتسافروا قبلها باسبوع قبلها باسبوع بياخد من عمرنا ما كانش فيه ما انت عشان الطيران الاثيوبي هو الوحيد اللي كان شغال في الخط فتروح تنزل اثيوبيا بالظبط اثيوبيا تروح مش عارف بالظبط قعدت يوم في كينيا مثلا او في اثيوبيا وبعدين تبدا تتحرك واثيوبيا دي كمان اسلام طبعا موضوع الاكسجين قله الاكسجين ما حدش بينام ولا حد يعني كل شويه تسمع الدش شغال كل المدربين كل شويه اللعيبه كل شويه داخله طبعا من الرطوبه والجو الصعب يطر على نفسه بشكل كبير فكانت يعني عايز اقول لك البطوله دي كانت صعبة. قوي 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 يعني بطوله غاليه بشكل كبير جدا كل المقاس اللي احنا شفناها قبل كده عانينا منها وبعدين بتاخد من عمرك بقى اسلام يعني انت بترجع خاسس مثلا مش اقل من 6 7 كيلو حقيقي والله وبعدين لبسك كمان لبسك انت مش عارف تغسل لبسك كله احمر واخد بالك من ارضيه الملعب طمي اللي موجود هناك فالدنيا بتبقى بايظه وحتى شكلك وانت جاي راجل جاي مثلا خارج من اصلاحيه وخارج من السجن خارج لا والله والله الدقون طويله وش يعني عمليه صعبه كنا بس يمكن اللي كان المتنفس الوحيد بصراحه كان زمان شركه النصر للتصدير موجوده في الاماكن دي فبالذات والمقاولين العرب كمان ومعالي السفير اللي هو موجود بتاع المصري اللي موجود في البلد دي كان بيبقى هنا في افطار مره هنا في غدا مره هنا في عشاء مره يعني الدنيا يعني بالظبط الاكل المصري بقى يعني
فكنا بنستنى بقى العزومات دي بفروغ الصبر، لان هي اللي هتوقفنا على حيلنا يعني.